أول خبر في عدد اليوم الجورنال فيغ جاء بعنوان البدراوي يعقد اجتماعا تقنيا مع الطاقم التقني للرجاء. وقد عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي اجتماع تقني مع كل من التونسي ومدير الكبير مدرب الفريق وهشام أبو شروان مساعد المدرب. وأكدت عدة منابر أن البدراوي طالب الطاقم التقني للنسور بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الديربي اللي غتجرى غدا الأحد لحساب جولة السادسة. وضافت نفس المصادر أن الرئيس الرجاوي أخبر المدرب التونسي بتخصيص منحة استثنائية للطاقم التقني والفريق لتحفيزهم على تحقيق الفوز في المباراة المذكورة. خبر في نفس السياق بعنوان إدارة الرجاء تخصص منحة 5 مليون سنتيم لكل لاعب يفوز في مباراة الديربي و3 مليون سنتيم مكافأة تأهل لدور مجموعة أصفاد الأبطال. وقرر المكتب المصري لفريق الرجاء الرياضي برئاسة عزيز بدراوي تخصيص منحة استثنائية للاعبي الفريق والطاقم التقني تحفيزا منه لهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد. وأكد جريدة الأخبار أن البدراوي خصص منحة قدرها 5 مليون سنتيم يفوز في الديربي إلى جانب صرف منحة 3 مليون سنتيم لكل لاعب بعد بلوغ دور مجموعة أصفاد الأبطال الإفريقية. جدير بالذكر أن مباراة الرجاء والغريم التقليدي غتجرى غدا الأحد على أرضية مركب محمد الخامس ابتداء من الساعة 4 عصرا. جماهير الرجاء تخرج عن صمتها تجاه أكسيل مايي وكتطالب جماهير فريق الرجاء الرياضي باستبعاد الغابوني أكسيل مايي إلى رسمية مباراة الديربي بعد عدم تقديم أي إضافة للفريق. وما استطاعش الغابوني أكسيل مايي تسجيل أي هدف منذ انطلاق مباريات البطولة فضلا على مباراتي دوري أبطال إفريقيا بنجيلك النيجيري. يذكر أن فريق الرجاء تعاقد مع الغابوني أكسيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم رياضية قادما من اتحاد طنجة بعد ما كان هداف الفريق الأزرق في الموسم الماضي، لكنه لحد الآن ما قدمش شي مستوى اللي يشفع ليه بحمل قميص الفريق الأخضر. قرار جديد لمدرب الرجاء تجاه لاعبيه قبل قمة الديربي. وفي تفاصيل الخبر قرر مدرب فريق الرجاء الرياضي منذر الكبير نقل تدريب الفريق الأخضر استعدادا لمباراة الديربي ضد الغريم التقليدي الملعب الموجود بأكاديميته الجديدة في منطقة بوسكورة. وقرر الكبير نقل تدريب فريق الرجاء لأكاديمية النادي اللي خاض بها حصتين تدريبيتين أمس الجمعة وكذلك اليوم السبت استعدادا للمواجهة القوية اللي غتجمع بالغريم، علم أن المجموعة الرجاوية خاضت الحصة ديالها الأولى الخميس الماضي بمقر النادي في منطقة وزيز مدينة الدار البيضاء. وقرر مدرب الرجاء نقل تدريب الأكاديمية الفريق لإبعاد لاعبيه على ضغط الجماهير الرجاوية وضمن تركيزهم على المباراة قبل الانتقال لمقر إقامة الفريق مساء اليوم السبت بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء. خبر مفرح، حركاس حاضر في قمة الرجاء والغريم التقليدي بالديربي. ورجع جمال حركاس لاعب فريق الرجاء الرياضي للمشاركة في التدريب الجماعي للنسور الخضر بعد تجاوز الإصابة اللي كان كيعاني منها وبعدته المواجهة الماضية ضد حسنية أكادير. وغاب حركاس المواجهة الأخيرة للفريق الأخضر في الدوري الاحترافي بسبب الإصابة اللي كانت تعرض لها في مواجهة أمام الجلال برسم إياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأمر اللي حل دون مواصلته للعب وغادر الملعب في الشوط الأول وعوضه مروان الهدودي. وغيكون المدافع الرجاوي حركاس حاضر في المباراة القوية ضد الغريم التقليدي غدا باش يعزز خط دفاع النسور وشارك حركاس في جميع مباريات الفريق في الموسم الحالي إلى جانب زميله مروان الهدودي قبل ما اضطروا للإصابة للغياب عن المواجهة ضد فريق حسنية أكادير. لجنة خاصة من مونديال قطر تحضر قمة الرجاء والغريم التقليدي وغيتابعوا أعضاء من اللجنة المنظمة لكأس العالم اللي غتستضيف قطر في نوفمبر ودجنبر المقبلين مباراة الديربي غدا الأحد برسم مؤجل الجولة السادسة من البطولة. وكشفت جريدة قطرية أن اللجنة المنظمة لمونديال قطر غتحل بالمغرب اليوم السبت الوقوف على الترتيبات المتعلقة بدخول الجمهور لمركب محمد الخامس الدار البيضاء لمتابعة الديربي البيضاوي غدا. ووضح المصدر ذاته أنه تم اختيار الديربي بحكم أنه كيعرف حضور جماهير كبير كيفوق 45,000 متفرج وكيشكل الديربي البيضاوي اخر بروفا امام اللجنه المنظمه لكاس العالم على اعتبار ان المونديال غينطلق في 20 نوفمبر المقبل ويستمر لغايه 18 دجنبر القادم ومتوقع باش يشهد الديربي حضور جماهير كبير بعد غياب الجماهير على مباراتي الذهاب والاياب في الموسم الرياضي الماضي. بنغيت خضت الديربي في الجزائر وتونس وحاليا سألعب ديربي الرجاء والغريم بعد ان كنت اشاهده في التلفاز فقط.
وفي تفاصيل الخبر أبدأ بالرؤوف بن غيث لاعب فريق الرجاء الرياضي حماسه الكبير لحضور الديربي البيضاوي اللي غيجمع فريقه غريم وتقليدي. وقال بن غيث في تصريح إعلامي: سجلنا هدف انتصار في آخر لقاء في الدقائق الأخيرة، بقينا مركزين وساعدنا الجمهور، وكنتمنى في مباراة الديربي باش يحفزونا أكثر. وتابع بن غيث: لعب الديربي في الجزائر وتونس وكنعرف الاجواء ديالو، ومازال غنخوض الديربي الرجاء والغريم التقليدي، كنت كنشاهدو في التلفاز فقط وما عمرني شفتو في الملعب، وكنتمنى باش نحققو فيه الانتصار ان شاء الله. كلاش عالمي من صفحة الرجاء الرياضي للغريم التقليدي. وفي التفاصيل انطلق ديربي الديجيتال بين صفحتي الرجاء والغريم التقليدي رسميتين، يدخلوا في صراع مبكر كيسبق مباراة الديربي اللي غتجرى غدا الأحد بمركب محمد خامس بالدار البيضاء. ونشرت صفحة الرجاء الرسمية على الفيسبوك تدوينات مع صور كترمز للسباحة واللي هي الفرع الأصلي للنادي الأحمر، بالإضافة البطة اللي تنكر لها جمهور الغريم بعد ما كان كيعتبرها سابقا كشعار للفريق. ولقات الكلاشات اللي نشرها أدمين صفحة الرجاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاعل كبير من طرف المتتبعين، بحيث تم إعادة نشرها على نطاق واسع. منديل كبير عن سبب استبعادي للاعب بولكسوت. الرجاء يتوفر على 27 لاعبا والاختيارات يتم بناؤها على مردود اللاعبين في التدريب. وفي تفاصيل الخبر اكد مدرب فريق الرجاء الرياضي منديل الكبير ان اختياراته للاسماء اللي كتخوض المباريات كتكون مبنيه على عطاء اللاعبين في التدريب. وقال الكبير اثناء تعقيبه على سبب استبعاده للاعب بولكسوت ماشي ظهير ايمن وانما مهاجم على الاجنحه. الرجاء كيتوفر حاليا على 27 لاعب والاختيارات اللي كنقوموا بها مبنيه على مردود اللاعبين في التدريب ثلاث الاسبوع وكذلك الاضافات اللي كيقدموها. بولكسوت مازال خصو يجتهد في التدريب باش يضمن رسميته مستقبلا. معروف عليا ما كنظلم حتى لاعب، واللاعب اللي كيستاهل هو اللي غيحمل قميص الفريق الاخضر. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,